السلام عليكم مشاهدينا، إليكم الموجز الإخباري الخاص بمؤسسة الشهداء. نائب رئيس مؤسسة الشهداء يوسف عبد الجبار يلتقي بعدد من مراجعي قسم شؤون المواطنين ويستمع إلى احتياجاتهم والمشاكل التي تعرقل سير معاملاتهم. النائب وجه كادر القسم ببذل المزيد من الجهد لإتمام معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة، مؤكدا أن اللقاءات مستمرة لذوي الشهداء وأبواب المؤسسة مفتوحة لهم. دائرة العلاقات العامة والإعلام وتوثيق جرائم حزب البعث تهدي لجامعة الزهراء التابعة للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة مجموعة من مؤلفات وإصدارات المؤسسة الحديثة. مدير الدائرة ضياء الجابري بيّن الدور السامي الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه، وهو إبراز دور الشهيد وتعريف الأجيال والطلبة ما قام به البعث الظالم ضد أبناء العراق. مدير شهداء بابل هادي الخزعلي يستقبل مدير بلدية الحلة أحمد محمد ومدير مكتب هيئة الحشد لؤي الزاملي. تم عقد اجتماع موسع بحضور مجموعة من السادة المعنيين لمناقشة آلية توزيع قطع أراض جديدة لذوي الشهداء. الخزعلي أكد خلال الاجتماع أن توزيع الأراضي بات قريبا، مثنيا على تعاون الدوائر المعنية. شعبة شؤون المواطنين في مديرية شهداء ذي قار تواصل استقبال أعداد كبيرة من الذين يرومون النقل إلى وزارة النفط واستقبال طلبات ترويج بوابة أور الإلكترونية. مسؤول الشعبة حسن الزيدي أكد أن عدد الطلبات للشهر الأول من هذه السنة بلغ 200 طلب خاص بالمنحة العقارية، فيما بلغ عدد طلبات بدل الوحدة السكنية 450 طلبا. أخيرا، مديرية شهداء الرصافة تواصل استقبال المراجعين من ذوي الشهداء بزخم كبير لاستلام المعاملات والإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات، خدمة لذوي الشهداء ومساعدتهم في إكمال المعاملات بأسرع وقت وأقل جهد. من جانبهم، ثمن ذوي الشهداء دور المؤسسة في تقديم الخدمة لهم ولما تبذله من جهود كبيرة لاستحصال حقوقهم. انتهى الموجز، شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.